أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: بالنسبة للصلاة الأحياء، هل ورد في ذلك شيء من الأحاديث؟ وأذكروا لنا الحالات التي يجوز فيها لبس الأحذية. الأصل أن الصلاة بالأحذية سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يأمر بالصلاة بالأحذية ويقول خالف اليهود. الأصل أن لبس الأحذية في الصلاة سنة إذا تيسر، أما إذا لم يتيسر بأن شق على الناس لبسها أو كان المكان غير مناسب للبس الأحذية في المساجد، الآن أصبحت مفروشة وأصبحت معتنى بها، ولو دخلها بالأحذية للوث الفراش، فلا ينبغي يصلي يدخلها بالأحذية. خلاف المساجد، وضع المساجد في الزمان السابق كانت من التراب، كانت أتربة، لا يؤثر فيها المشي بالأحذية. الوضع اختلف الآن. نعم.